أن الله سبحانه وتعالى قد يسلط أعداءه على أوليائه، قد يسلط أعداءه على أوليائه. فلا تستغرب إذا سلط الله عز وجل الكفار على المؤمنين وقتلوهم وحرقوهم وانتهكوا أعراضهم، لا تستغرب، الله تعالى في هذا حكمة. المصابون من المؤمنين أجرهم عند الله عظيم، وهؤلاء الكفار المعتدون أملالهم الله سبحانه وتعالى ويستدلتهم من حيث لا يعلمون. والمسلمون الباقون لهم عبرة وعظة فيما حصل لإخوانه. فماذا نحن الآن نسمع ما يحصل بالبوسنة والهرسك من الانتهاكات العظيمة، انتهاك الأعراض وإتلاف الأموال وتجويع الصغار والعجائز، نسمع أشياء تبكي. فنقول سبحان الله، ما هذا التسليط الذي سلط الله على هؤلاء المؤمنين؟ نقول لها خلاف الصادق، فالله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا في من سبق، يحرقون المؤمنين بالنار. فهؤلاء الذين سلطوا على إخواننا في البوسنة والهرسك وغيرها من بلاد المسلمين، لا تستغرب، هذا رفعة درجات للمصابين وتكفير السيئات، وهو عبرة للباقين، علينا أن نعتبر. وهو أيضا إغراء لهؤلاء الكافرين حتى يتسلطوا فيأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر.